هسه الان احنا بيوتنا صايرين اخر كريم بيوتنا عباره عن حلبه مال ديوج هراتيه واحد يقرب بالثاني. والسبب منين برايك حتى يتحول بنفس السؤال؟ انا السبب بالمراه من الرجل استاذ مازن. انا سكنت بالشام لقيت الشاميات يعني لما يجي زوجها لك اهلين ابن عمي لك تقبرني لك شو تبشبش احنا ها شو متاخر وين كنت يعني انت من قاعك تديش الهراتي متقابل يعني مفكر بالشاميات تقصد من وجه؟ والله سدا هو قال اربعه ناوي الظهر على الخامسه شيء وين خليه مع حتى سفير ما يهم. انا اخوان انا متزوج اربع نساء انا الان بالوقت الحاضر متزوج وكل الناس تدري انا متزوج باربع زوجات واربعه الموظفات حكوميات والحمد لله رب العالمين. ما اخي في مشاكل سريه نعم تصير مشاكل سريه بس اكو اسباب. دكتور عداي هل يوم احنا عندنا هذه الحاله احنا تحدثنا عن الاسباب التافهه هذه واحده من الاسباب لكن لو نجي ننظر لها بالشارع وحضرتك يعني امام وخطيب جامع اكيد تمر عليك هذه الحالات شفت يعني أسوأ من هذه الحاله او اتفه من هيك سبب؟ واخي الكريم احنا شو ليش هسه البيوت مالتنا يعني على بعضها مثل ما نقول مثبوره. بيوتنا اخي الكريم ليش البيوت مالتنا بيوت اهلنا القدامى ما واصلهم هاي ما وصلهم هاي الحداثه بيوتهم اكثر استقرارا. انا ناشئ في منطقه ريفيه والله يا اخي الكريم انا يعني صار يمكن 14 او 15 سنه سمعت عندنا مره بالمنطقه واحده مطلقه ويتوسل زوجها ودير يرجع يرض وبنت عمه يعني ما اعرف شيء اسمه طلاق خصوصا احنا بالارياف. نعم. يعني يعتبروها عيب تعتبر كانت البنتايه لما تجي والابن لما الابوي لما يجي يعنف بنته يقول مو هيك يا بنتي وبعدين الابن يقعدون اهله فبعثوا حكما من اهلي وحكما من اهلها يا ابن مو صحيح هاي بنت الناس هاي صارت شرفنا هاي صارت عرضنا يا هاي تحمل عنواننا فكانت اكو قيم اكو ناس ثابته بالارض ما جات الزحزح فكانت اكو يحسب لها الف حساب. طيب هل برايك السبب يكون من الزوجه في الغالب او من الزوج؟ الزوج قد يكون حكيم والزوجه من تطلب الطلاق وتوصل الامور الى يعني نهايات الطلاق. والله خلي اقول لك فت سالفه الابتسامه في وجه اخيك المؤمن صدقه قول الرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم. طيب يعني انت يا الزوج هسه انت يعني انت قبل شوي شيخنا حكيت حكايه ايش قلت هي متحمله مديرها وكل هاي التفاصيل وهم الدائره كلها لا وهم الدائره وتتعب ويعني وخطيه يعني هي الام والام همها كبير هم اولادها وهم العيشه وهم زين توصل هنا وتصير هاي الامور. طيب انا هم اقول لك للرجل انت هناك تبتسم ويا ربعك واصدقائك بدوامك وزين والحمد لله ويا مسؤولك وخير من الله وتتعب انا وياك ماكو رجال بيتعب توصل للبيت هم السلام عليكم قواك الله وهي هم تقول لك قوا مو انت تبدي المرأة هي عبارة عن وردة ريحتها منين تبقى من كلماتك الطيبة نعم هاي تبقى فواحة شلون انت اللي تعطيها الدعم شكبرها من تقولها أكلش طيب تقعد وياها أكلش طيب عاشت إيدك اليوم البرقة الفلانية هيجي أنت هي إيش رايدة منك رايدة ذهب رايدة فلوس بيوت سيارات خلينا نتبع الكلمة الطيبة وخلينا نشوفها بحياتنا شلون راح تتغير حياتنا.